مختبئان في العشب الطويل الذي يساعدهما حتى يصبحا قريبين. لكن في هذه السهول الشاسعة المفتوحة، التربص وحده لا يكفي لينجح في الصيد. الغزال سريع ورشيق، ولكن الفهد أسرع. بوساطة المخالب الحادة والعمود الفقري المرن والأطراف الطويلة، يمكن أن تزيد سرعة الفهد عن 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوان. جمجمته القوية تسمح له بإحكام قبضته على عنق الغزال الأفريقي، قاطعاً مجرى تنفسه. لكن لديه مشكلة.